التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وخلال الاجتماع تم استعراض جهود وزارة الزراعة في مجال مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث أكد وزير الزراعة استمرار التنسيق مع المحافظين في هذا الصدد، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجان في بعض المحافظات لتكون مسؤولة عن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدا أن هذا القرار ساهم إلى حد كبير في خفض التعديات نظرا لتحديد المسؤولية مباشرة في أعضاء هذه اللجان.